وبالعودة إلى مستجدات الضالع ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في جبهة مريس عبد السلام المنصوب، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. نعم، خبرنا عن الوضع الميداني في جبهات الضالع. في هذه الأيام في جبهة الضالع في مريس وقعطبة وحجر هدوء حذر، إلا أن هناك بعض المقذوفات من قبل الميليشيات على القرى وتسقط على الأهالي الآمنين ويكون هناك جرحى، والميليشيات تعزز وتحشد من أكثر من منطقة من تحت مناطق سيطرتها في جبهة مريس وفي جبهة قعطبة وحجر، وتريد أن تستغل الأوضاع وتريد أن تتقدم، لكن جيشنا وقواتنا المشتركة ومقاومتنا لها بالمرصاد ومعنوياتها مرتفعة وصامدة في جبهات القتال وفي متارسها الأمامية، وهناك الميليشيات الضارة وحسب هي عادتها الدنيئة والأخلاق الخارجة عن القيم الإنسانية، قامت باعتقال واعتقال تعسف وهيمنة وقمع واختطاف الأهالي في مناطق سيطرتها في الفاخر وفي بيت الشرقي وفي سليم، وهناك تقطعات في الطرقات عبر الهوية وإيداعهم إلى أماكن مجهولة وابتزاز التجار وفرض جبايات، مع أن الميليشيات قامت بهدم وبتدمير الجسور والطرقات وقطع الطرقات وحولت الأهالي الموجودين تحت سيطرتها إلى سجن معزولين ومحاصرين، حتى وصلت الدبة الديزل إلى فوق 20,000 ريال والغاز إلى 12,000 ريال غير موجودة. نعم. أنت تحدثت. نعم. نستهل المنظمات. نعم. أنت تحدثت عن منطقة الفاخر وما يتعرض له أبناؤها من اعتداءات طبعا واختطافات متواصلة، وكان الهدف من قبلكم هو منطقة الفاخر أو الوصول إلى منطقة الفاخر، ترى ما هي المعوقات التي عاقدت التقدم إلى هذه المنطقة؟ هناك قامت الميليشيات الحوثية كما هي عادتها بزرع الألغام العشوائية دون خرائط وبتفجير الجسور والتمترس وراء الأهالي وراء الأطفال والنساء في القرى المكتظة بالسكان. فالآن نحن حين نريد أن نرد على مصدر نيرانهم نضطر إلى الوقوف بعدم الرد، لأنهم يطلقوا النار من وسط القرى، من وسط الأودية الموجودة بها المزارعين ومن وسط الأهالي ومتمترس وراء الأهالي وراء النساء وراء المدارس، فيعني عملت عوائق، لكن نحن كل هذه لن تعيقنا إن شاء الله، وإنما هي مسألة وقت حتى ننقذ أهالينا وإخواننا في الفاخر في بيت الشرقي في العود من هذه الميليشيات وأسلوبها الدنيئة التي حولت الأهالي إلى سجن وتبتزهم وتعمل أعمال شنيعة دخيلة على قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا كيمنيين. أشكرك جزيل الشكر عبد السلام المنصور، قيادي في جبهة مريس، كنت معي عبر الهاتف.